تشاهدون في هذه الحلقة: استعدادات في تعز للاحتفال بالعيد الوطني 57 لثورة 26 من سبتمبر، ومواطنون: سبتمبر العظيم موعد النصر على كهنوت الإمامة وانقلابيها الجدد. في المركز بتعز سوق للطيور، بعضها داجنات وأخرى للزينة والموسيقى. محمود الباروت شرطي مرور تفرغ لعمل الخير، وعز النعمة أولى مشاريعه لإغاثة المرضى النفسيين والمشردين. مرحبا بكم من جديد. في البداية نبقى مع موجز سريع لأهم الفعاليات التي شهدتها تعز هذا الأسبوع. أقامت السلطة المحلية بتعز فعالية تأبينية خاصة بالفقيدة عائدة العبسي تكريما لها واعتزازا بدورها الوطني والنضالي الذي كان أوجه مع انطلاقة الثورة الشبابية الشعبية العام 2011، وامتد لمقارعة الانقلاب على الشرعية الدستورية والجمهورية في السنوات التالية. وأشادت الكلمات التي ألقيت بالمناسبة بصفات ومناقب الفقيدة وأدوارها البطولية في القضايا الوطنية والمجال الإنساني والنشاط الشبابي في المحافظة. يتلقى أكثر من 20 شابا وشابة معارف ومفاهيم علمية وعملية حول تعزيز السلام ونشر الوعي المجتمعي في تعز. يأتي ذلك في الدورة التدريبية التي تنظمها مبادرة نبضات تعز الشبابية في اليوم العالمي للسلام ضمن أنشطة مشروع دعم المبادرات الشبابية في تعز. وتهدف الدورة إلى بناء قدرات المشاركين لتعزيز دورهم في خدمة السلام وعملية نشر الوعي والعمل من أجل حل النزاعات التي تحدث في المجتمع. مشاهدينا، تحل بعد أيام الذكرى 57 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، وتحظى هذه المناسبة الوطنية باهتمام كبير من قبل اليمنيين على المستويين الشعبي والرسمي لما لها من دلالات ومعاني وطنية سامية. ويلعب الوعي الثوري لدى أبناء تعز دورا مهما في فهم وتخليد قيم ثورة سبتمبر ومعانيها العظيمة. كيف استعدت تعز للاحتفال بالذكرى 57 لثورة 26 من سبتمبر؟ السؤال الذي بدا يشغل الشارع في هذه المدينة قبل أيام قلائل من حلول الذكرى في مدينة تحضر فيها سنوياً مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة وغيرها من المناسبات الوطنية، والتي ترتفع فيها رايات الوطن عالياً ويهتف الجميع فيها باسم اليمن على وقع الأنغام الثورية للفنان الكبير أيوب طارش عبسي. ومع كل موعد لسبتمبر جديد يخفق قلوب الثوار هنا في تعز، وتبرز معها دعوات الجمهور لأن يكون الاحتفاء بهذه الذكرى احتفاء يليق بعظمة سبتمبر ويعكس إرادة شعب ويؤكد قدرته في الحفاظ على مكتسبات ثورته ودفاعه على النظام الجمهوري الذي أسسته الثورة الأم، ولا يزال فعلها الثوري مستمرا في وجه انقلاب الأئمة الجدد حتى استعادة مؤسسات الدولة وشرعيتها الدستورية. نؤكد بأن الاحتفال بعيد سبتمبر ضرورة وطنية، باعتبار أن ثورة 26 سبتمبر قضت على الحكم الإمامي وتوجت الانتصار بالجمهورية الديمقراطية، وأهمية الاحتفال بهذا العيد تأتي في ظل ما تتعرض له الجمهورية من حرب وانقلاب. سبتمبر بالنسبة لأبناء تعز هي فاتحة الأمل وبارقة الأمل إلى المستقبل، ولن تمر مرحلة من مراحل العمر لأبناء تعز ما لم يحتفلوا بثورة 26 سبتمبر. تكتسب ذكرى سبتمبر الخالدة عند أبناء هذه المحافظة وعموم اليمن أهميتها من كونها المحطة الأولى في التحول التاريخي لهذا البلد الذي توج بنظام جمهوري كبديل لحكم ملكي إمامي سلالي بغيض. يجب
أن نحتفل بها، أن نحتفي بها، أن نحتضنها، أن نحتشد من أجلها، أن نقدم كل نفيس وغال. هي ثورة الآباء، ثورة الأجداد، هي إرثنا كما أسلفت. وبالتأكيد أن تعز تتصدر المشهد لأنها تعز الوطن، تعز الثورات، هذا هو قدرها. يعتبر الكثيرون مواكبة تعز الأعياد الوطنية باحتفالات ومهرجانات حاشدة رغم الحرب والحصار بمثابة تأكيد حقيقة بأن تعز هي فعلاً مهد الثورات وحاملة المشروع الوطني. ولمعرفة طبيعة الاستعدادات للاحتفال بذكرى 57 لثورة 26 من سبتمبر، يسعدنا أن نستضيف معنا الدكتور عبد القوي المخلافي، وكيل أول محافظة تعز. مرحبا بك دكتور معنا في هذا اللقاء. بداية نتقدم بالشكر الجزيل لقناة بلقيس، هذه القناة التي عودتنا منذ اندلاع المقاومة الشعبية بنقل الحقيقة، وأيضا بأنها تخلد وتنقل كل الأحداث الوطنية من تعز. بلا شك إجابة على سؤالك. أهلا بك يا دكتور. إذا بدأنا من ما طبيعة استعداداتكم في السلطة المحلية للاحتفال بهذه الذكرى، وهل أنجز برنامج الاحتفال؟ نحن تم تشكيل لجنة لإعداد احتفالات ثورة سبتمبر ويليها إن شاء الله ثورة أكتوبر. هذا الاحتفال سيتضمن بمشيئة الله يعني احتفالا هنا في عاصمة المحافظة تعز، احتفالا يليق بهذه الذكرى الخالدة، هذه الذكرى التي لها وقع كبير، كون أن أبناء تعز شاركوا وساهموا، وكان لأبناء تعز مسيرة راجلة إلى صنعاء، ثم ساهم عدد من ضباط تعز أيضا في فك الحصار عن صنعاء. كان الإعداد الأول لثورة 26 سبتمبر كان المنطلق الأساسي لها من هنا من تعز. ساهم رجال تعز أمثال النعمان، وتخليدا لدور ونضال أبناء الحجرية، سيتم هذا العام إن شاء الله إيقاد الشعلة من مقر مديرية الشمايتين في التربة لمالي أبناء ضبحان وأبناء الحجرية بشكل عام. كان لهم إسهاما فاعل أولا بإشعاع الوعي الثوري الذي توقدت عنه ثورة سبتمبر وأكتوبر، وتخليدا لهذه المناسبة أيضا ستوقد الشعلة هنا رسميا في من شارع جمال من عاصمة المحافظة، وسيليه إن شاء الله احتفالا يليق بهذه الذكرى، وسيحضرها إن شاء الله ستحضرها كل القيادات السياسية الرسمية العسكرية والأمنية. مثل هذه المناسبات الوطنية تكون فرصة لافتتاح مشاريع خدمية وتنموية في المحافظة، هل هناك مثل هذه المشاريع مع العلم أن تعز لا تزال في مواجهة مستمرة يعني مع ميليشيا الانقلاب الحوثية وحربها على المحافظة؟ بلا شك نحن تعودنا في كل مع كل ذكرى لاحتفال 26 سبتمبر أننا نفتتح، وسنعمل إن شاء الله على افتتاح العديد من هذه المشاريع. من هذه المشاريع العملاقة هو مشروع ترميم خط تعز التربة، والذي سيكون على مرحلتين، المرحلة الأولى إلى مدينة النشمة، والمرحلة الثانية من مدينة النشمة حتى التربة. هذه الطريق الحيوي الوحيد لمدينة تعز، والذي سيمول من وزارة الأشغال وبإشراف دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك. نعم دكتور، ما دور الأحزاب السياسية في إحياء هذه المناسبة وبما يصب في توحيد الجهود لخدمة تعز والمصلحة الوطنية عموما؟ نحن إن شاء الله سنسعى في دعوة الأحزاب مع السلطة المحلية والقيادة العسكرية في لقاء خلال الأسبوع القادم للتنسيق اولا لإلقاح احتفالات هذه الذكرى، ولا بد ان يكون للاحزاب السياسيه دور كما كان لها دور سابق. نحن سندعو ان شاء الله للاصطفاف الوطني من خلال هذه الاحتفالية، سندعو الى اصطفاف وطني كما دعونا على اثر الاحداث المؤلمه ل 21 سبتمبر الانقلاب على الثوره والجمهوريه، ودشنا في تعز مجلس المقاومه وانضوت كل القوى السياسيه. نحن بحاجه اليوم الى اصطفاف القوى السياسيه ابتداء باحياء هذه الذكرى ولما تستوجب المرحله وتستوجب ايضا تعز المخاطر
المهددة لتعز كثيرة، ولا بد من اصطفاف وطني لكل القوى السياسية والوطنية والاجتماعية في تعز. نعم، أيضا هذا الاحتفال يأتي في وقت يخوض فيها اليمنيون معركة شرسة للدفاع عن الشرعية والنظام الجمهوري، إلى أي مدى يمكن انتهاز مناسبة كهذه للتأكيد على خيار الجمهور، خيار الشعب اليمني للوقوف مع الجمهورية كنظام عمده اليمنيون بالدماء ولا يمكن التفريط به؟ بلا شك نحن في تعز ليس لنا اليوم من خيار إلا الخيار، خيار حسم المعركة وعودة الشرعية ومقاومة هذه بقايا الإمامة العفنة والمشروع الفارسي. نحن ليس لنا من خيار كسلطة محلية وكقوة سياسية إلا استكمال تحرير محافظة تعز وإقليم القند واستعادة العاصمة صنعاء. يعني هذا هو خيارنا الأوحد، وفاء مع تضحيات الأبطال وشهداء ثورة سبتمبر وأكتوبر وحتى اليوم والمقاومة الشعبية. ليس لنا من خيار كوفاء لهذه التضحيات إلا الاستمرار في خط استكمال التحرير والوفاء وتحقيق كامل أهداف ثورة سبتمبر. في ختام هذا اللقاء دكتور عبد القوي، كلمة توجهها في لمن يعني؟ نحن في هذه المناسبة يسعنا في احتفالات ثورة 26 سبتمبر أن نبارك للقيادة ونهني أيضا القيادة السياسية ممثلة بالمشير الركن الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ونائبه أيضا المهندس أحمد الميسري وزير الداخلية، وإلى أبطالنا المرابطين في كل المتارس والمواقع. كما لا ننسى أيضا أن نهني في هذه المناسبة كل جرحانا الأبطال، كل جرحانا في الداخل وفي الخارج، كل جرحى اليمن عموما وتعز خصوصا. كما نهني أيضا أسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن ومن أجل استمرار ثورة 26 سبتمبر ومقاومة من أراد أن ينقلب على هذه الثورة. نهني أبناء تعز بشكل عام ونهني الوطن وندعو القيادة السياسية إلى سرعة الحسم، حسم هذه المعركة مع الميليشيات الحوثية وأيضا العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن. ونحن ندعوها أيضا كسلطة محلية ندعوها إلى الدعم الحقيقي لتعز، هذه المحافظة الوفية، هذه المحافظة التي تحمل المشروع الوطني الكبير لليمن ككل، هذه المحافظة التي تصدت وتصدرت المشهد، ولولا موقفها وتضحياتها لكان الوضع قد تغير تماما وكانت الإمامة ولكان الانقلاب قد يعني قد استكمل أركانه وما كان للمقاومة. فنحن ندعوهم اليوم لاستكمال التحرير. نحن اليوم كسلطة محلية هدفنا استكمال التحرير والتوجه نحو ما بقى في الجهة الغربية. إن شاء الله نحن نريد أن نجعل تعز هي إن شاء الله المهيئة وهي أقول المدينة التي ستستقبل إن شاء الله الحكومة ومجلس النواب قادما إذا ما وقفت معنا القيادة السياسية ودعمت. فتعز بحاضنتها تحب الشرعية ومع الشرعية وتفتح. هي دعوة دكتور، هي إذا بالنهاية دعوة بتزامن مع هذه المناسبة السياسية إلى دعم الجيش الوطني لاستكمال التحرير وتهيئة تعز لتكون إن شاء الله هي الملاذ الآمن لانعقادات مجلس النواب ولما لهذه المحافظة كموقع استراتيجي يربطها بالعاصمة المؤقتة عدن. إذن شكرا جزيلا دكتور عبد القوي المخلافي وكيل أول محافظة تعز، شكرا لتواجدك معنا. شكرا لكم. مرحبا بكم من جديد. يعد السوق المركزي بتعز أكبر أسواق المدينة على الإطلاق، ويتفرع من هذا السوق الذي يتوسط مدينة تعز أسواق صغيرة متخصصة كسوق الطيور الذي تباع فيه أنواع متعددة، منها ما هو للأكل ومنها ما هو للزينة. نتابع. إذا
بين الآتي والغادي، التزمنا المسار واتبعنا مسلكا في هذه الدروب الضيقة وسط السوق المركزي في تعز، السوق الذي يتوقف نهارا. بينما نحن سائرون كانت أنغام وتغاريد الطيور تتنامى شيئا فشيئا إلى مسامعنا، حتى خيل لنا أننا في إحدى الواحات الخضيرة بأرياف تعز لا في وسط المدينة بين هذا العمران. وقفنا على مصدر الأصوات وكانت التفاتتنا على ممر يضم في جوانبه محلات وأقفاص فيها طيور متعددة الأشكال والألوان. نحن إذن في سوق الطيور بالمركزي بتعز، وما علينا سوى الاستمتاع بسيمفونية يؤلفها كوكتيل الأنغام وشدوى هذه المخلوقات الزاهية الشجية. أنا هاوي حمام وطيور عشاق، يعني الزبائن شنين داخل البيوت يعني يربوهن الزينة. أنا عمري كده 7-8 سنوات وأنا ببيع وأشتري بالطيور. ما كنا نجهله ولا نحيط بتفاصيله عن عالم الطيور بدأنا ندركه، فالحمام الطائر الذي كنا نعتقده في حدود معرفتنا البسيطة سلالة واحدة بدا غير ذلك، مع وجود صنوف كثيرة من هذا الطائر التي منه الحمام البخاري وحمائم الطور بيد الروماني والمفتل، والقائمة تطول وتطول. صائل النفاخ، البخاري، النمساوي اللي يسمونه الجوكبين، والقلابات، وعدة فصائل للقلاب من قطيفي، من هجرسي، من إيراني، تركي، معك الحمام الزينة، الرقاص، الرقاص هندي، الرقاص فرنسي، الشباح. الببغاء الهندي يملأ بصفيره وشدوه المكان ويقف شامخا مزهوا بلونه الجذاب، كما تزدحم الأقفاص بطيور العشاق من فصيلة الريمبو وتعرف عند البعض بالباجي والكروان الفيشار، وتعد في المجمل ضمن طيور الزينة، ويخصص لها باعة أقفاصا وصناديق تسوج بأسلاك للحفاظ عليها ومنعها من الهروب. طيور البادجي والدرة الهندي والكوكتيل والكروانات، طيور الفيشار، جميع أنواع الحيوانات، من قطاط، من أوبار، من أرانب، من ويز، باط، ديكرومي، قرع، عقاب، في حاجات كثير. يعتاد الكثير في تعز التسوق إلى المركزي نظراً لتواجد كثير من أصناف الطيور في هذا القسم من السوق، وبكل سهولة يمكن مرتادو سوق الطيور الحصول على الديك والدجاج البلدي، حيث يعد لحومها من الوجبات المفضلة. الطيور للزبائن العادية فهي الدواجن من البلدي، والقرع، الباط، في معاك طيور القمارة، في طيور الحسون، طيور الزبرة، طيور الكنار، والله عدة أنواع، عدة أنواع، زي الدجاج، زي البط، زي القرع، زي عاد باقي معاك يقولون له عندنا بالريف يجيه عقب. أيوة العقب هذه موجودة عندنا، موجودة بكثرة، والديك الرومي، كل حاجة موجودة الحمد لله. كلما تعمقت أكثر في هذا السوق تجد أمامك أعداد لا حصر لها من الطيور، مثل طائر البط والدجاج الحبشي المسمى محلياً بالجرع، وطيور ما يعرف بالعقاب. الديك البلدي بكثرة يطلبوا النوم لأنه طعمه تمام، أيوة بلدي، ما أكلش من الحاجة الكيماوي زي الدجاج حق المزارع، في له رغبة في له طعم. بالنسبة للباط اللي يسافر للخارج يرجع يقول لك لو في عندك باط، ويطلب الباط هذا. تعرفنا إلى كثير من هذه المخلوقات الطائرة التي يتفاوت الإقبال عليها بناء على الذوق والمعرفة والتفضيل،
غير أنه ما كان مثار للدهشة والاستغراب في هذه الجولة أن تجلب غالبية هذه الأنواع من الطيور من الخارج، فيما البيئة اليمنية وفي الذات بتعز تزخر بأنواع مختلفة من هذه الطيور. في ناس هوات يجيبوا من الخارج، تجار يجيبوا من السعودية، يجيبوا من مصر، والآن كله إنتاج محلي، أغلبيته الآن إنتاج محلي. يعني والله الطيور اليمنية ما نجيبهاش بالخالص، لأن أغلبيتها تموت، أغلبيتها ما تحبش الأسر وهذا تموت على طول، أو تأكل حشرات، تأكل ديدان، فما نقدرش نوجد لي الحاجات التغذية. ويمثل سوق الطيور في المركز بتعز مصدر إمداد للعامة بالبيض واللحوم، وكذا للسعادة مع طيور الزينة متعددة الأشكال والألوان. تشكل المواقف والصدمات التي يتعرض لها أشخاص في كثير من الأحيان صحوة وتحولات لاحقة في مسار حياة البعض. هذا التحول هو ما سنعرفه في فقرتنا التالية من خلال قصة في هذا الإطار توضح كيف تحول شرطي من العمل في إدارة المرور بتعز إلى فعل الخير وقيامه على مشروع لإطعام المرضى النفسيين والمشردين بإمكانات بسيطة. بين زحام هذه السيارات التي تجوب شارع جمال وسط مدينة تعز، ثمة من يكافح تحت لهيب الشمس الحارقة ويكابد لأجل الوصول إلى هدف سامي. تروح وتغدو هذه المركبات ولأصحابها حاجات يقضونها لأنفسهم ومنافع يعملون على تحقيقها. إلا صاحب هذه المركبة الصغيرة فإنه يجوب المدينة بطولها وعرضها بحثاً عن معدمين من مرضى يعانون من حالات نفسية وعقلية وفقراء ومساكين مقلين. معنا الآن بالبلاد ما يزيد على 2.5 مليون مختل عقلياً من السابق وبسبب الحروب. اللي في الشارع لا يزيد عن 300 شخص بينهم 16 امرأة مختلط عقلياً بالشارع. من لهم هؤلاء؟ لا أحد يرعاهم. أسس محمود الباروت بجهود ذاتية مؤسسة آفاق التنموية الإنسانية، فكان مشروع عز النعمة أحد ثمار هذه المؤسسة. واستطاع محمود من خلال مركبته التي تبدو صغيرة تقديم خدمة كبيرة، حيث يقوم بتجميع بقايا الطعام النظيف غير الملموس من المطاعم والفنادق وولائم الأعراس ليعمل على فرزه لاحقاً وإعادة تغليفه بشكل صحي وتوزيعه على المحتاجين الذين تضاعف عددهم مع استمرار الحرب على تعز. مشروع عز النعمة هذا أسسناه عام 2013، وهو التواصل مع المطاعم، المخابز، الأعراس، الولائم، ما تبقى من أكل نظيف غير ملموس باليد يتم الاتصال بنا، ونحن نقوم بتجهيزه بشكل صحي ولائق موزوع على المختلين عقليا والمشردين، وإذا كانت الكمية كبيرة نوصلها للمصحة والسجل المركزي. يستهدف مشروع عز النعمة في الأساس الجوع في الشارع، وفي مقدمتهم الأشخاص من المرضى النفسيين والمختلين عقليا والمشردين على قارعة الطرقات، معتمدا على بذل فاعلي الخير في هذا المجال. الدعم المجتمعي أو الدعم الفاعل للخير هم عندي بالصفحة في الفيسبوك. أصدقائي كل ما نزل منشور وأنزل الفكرة أو المشروع ما أريد تنفيذه يتقابوا معي، والحمد لله بارك الله فيهم وجزاهم الله الخير الكثير. يعمل محمود البارود في الأصل في شرطة السير بتعز، غير أن وقائع أثناء عمله في تقييم حوادث السير المرورية ألهمته للتوجه نحو العمل الخيري. أما لماذا بالذات كرس جهده لخدمة المختلين عقلياً فله حديث في ذلك. كنت أوثق حوادث السير، وكنت عندما نتبلغ بهذا السير في الخطوط الطويلة ولا سيما الخطوط الطويلة هناك تقع الحوادث الكثيرة من قبل
السائقين المتهورين، فتجد القاني جاهل والمقنع عليه مجهول. من هو المجهول؟ المريض النفسي الذي يقوب الشارع في الخط الطويل ليلا او مساء. ورغم المشوار القصير والبسيط في عمل المؤسسة التنموية، إلا أنها تمكنت من توسيع نشاطاتها من خلال تنفيذ مشاريع أخرى إلى جانب عز النعمة، ومنها على سبيل المثال للحصر مشروع الكساء الذي استهدف الأشخاص المرضى نفسياً في الشوارع من خلال حملات نظافة وتطهير وتجديد للباس. أسس المنظمة عام 2013، لدينا عدة مشاريع خدمية للناس نعمل منذ بداية الحرب. كل من أتمنى أن يوصل الدول هذه الشريحة فقط، سواء كان المقيدين والمقيدات في المنازل أو من كانهم في الشارع، فهذا مسؤول منا. يقول الباروت أنه لا ينتظر مكافأة أحد على مبادراته، باعتبار أنه يقصد في كل أعماله رضا الله والثواب منه، لكنه في المقابل يتحدث عن شعور يخالجه عقب كل لقمة يمد بها إلى محتاج، ويؤكد أنه شعور لا يوصف. تحس بسعادة مطلقة عند تمد يدك للشخص جيعان يطعم الطعام، أو تلبسه ثوب، أو تهتم، أو حتى الابتسامة تبتسم له صدقة. فأروح وأنا سعيد مالك الدنيا، والله ما أملك من مال الله مال، وأقسم بالله ما أملك من مال الله مال سوى سعادتي وراحتي في بيتي. لصاحب هذا المشروع طموح كبير في مواصلة هذه الخدمة الجليلة، على أن ما يصبو إليه هو بناء مستشفى لشريحة المصابين بالأمراض العقلية والنفسية، وتكون بمثابة تتويج لجهوده تجاه هذه الشريحة التي يغفل عنها الكثير. ولمثل ذلك فليتنافس المتنافسون. بهذا مشاهدينا نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، دمتم وفي أمان الله. أعز مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا.